ونتوكل عليه. والحمد لله على كل حال. صلوات ربي وسلامه عليك يا حبيب الله واعتقال أبنائنا وخطفهم. هي دعوات شبابية بحتة، وأنا أقولها بكل صراحة، للصلاة في هذا المكان القريب من الحدث الكبير الذي حدث في عبد، وإجراءات الاحتلال اليومية التي ينكل من خلالها بالبيوت المجاورة للحدث. الرسالة وصلت وهي رمزية، التي يعني يجب أن توصل للاحتلال، وهي أننا صامدون، مرابطون، صابرون، ثابتون، لا يفت في عضدنا ولا يرهبنا ولا يخيفنا. كل إجراءاتكم وكل تنكيلكم وكل تهديداتكم ووعيدكم الذي تطلقونه كل يوم في يعبد القسام، يعبد الثوار، على مقربة من المنزل المستهدف في يعبد، منزل الحرة الفلسطينية سهيلة أبو بكر، واعتقالها هي ونجلتها إيمان المرة الرابعة، هو تحدي لهذا الاحتلال. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، اسألوه يعطيكم. اللهم اجعلنا ولأسرى بلدتنا ولأسرى المسلمين ولأقصانا ولغزتنا. على الكل الفلسطيني أن يكون متجه إلى يعبد، إلى هذه القرى وهذه العوائل التي يريد الاحتلال أن يسحق عظامها، لكن يقوله لهذا الاحتلال أن لك ذلك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، بشر الصابرين الذين إذا